في حي العمدة بالعاصمة القطرية الدوحة أنهت قناة الجزيرة بشكل كامل تجهيز مجسمات لساحات ومدن سورية تماما كتلك التي أقيمت للساحة الخضراء في ليبيا، ومنها تم خداع الليبيين والعالم بسقوط العاصمة طرابلس. مجسمات سينمائية لساحات ومدن سورية بمساعدة مخرجين فرنسيين وأمريكيين، معلومات تؤكدها مصادرها. في حي العمدة بالعاصمة القطرية الدوحة أنهت قناة الجزيرة بشكل كامل تجهيز مجسمات لساحات ومدن سورية تماما كتلك التي أقيمت للساحة الخضراء في ليبيا، ومنها تم خداع الليبيين والعالم بسقوط العاصمة طرابلس. في هذه المجسمات ستتابع الجزيرة عملية الفبركة الإعلامية والخدع السينمائية لتصوير انشقاقات كبيرة في صفوف الجيش السوري، وتصوير اشتباكات بين عناصر تدعي أنهم منشقون وعناصر تابعة للنظام. تقول المعلومات انه تم الانتهاء من ترتيب هذه الاحداث، وبقي فقط تصوير المقاطع التي سوف تتزامن بحالات الطقس بسوريا، وسيتم وضع اشارة خاص بالجزيرة كنوع من السبق الصحفي لهذه القناة التي يريدون من خلالها تصويرها على انها ذات مصداقية عالمية. إخراج هذه الأفلام سيتم على أيدي مخرجين من فرنسا وأمريكا وإسرائيل. ليس هذا فحسب، بل سيتواجد وحسب الخطة الموضوعة عدد ممن يسمون بالمعارضين السوريين داخل هذه الاستديوهات، على أنهم يتواجدون داخل الأراضي السورية لإيهام الرأي العام بأنها سقطت على أيدي المتظاهرين. مجسمات ضخمة أقيمت لساحة العاصي بحماة، وساحة الساعة بحمص، وأحياء من مدينة إدلب، وغيرها من المناطق السورية. وسيبدأ العمل بهذه الخطة اعتبارا من الأحد القادم، لتوفير الحجة لأمريكا وإسرائيل وحلف الناتو لتوجيه ضربات عسكرية لسوريا في المستقبل بحجة الحظر الجوي، وتوجيه ضربات وقائية تحت شعار حماية المدنيين. هي ذي قناة الجزيرة وهذه خططها، ولكم نترك الحكم.